بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم استكمال للقاءات مسار أساسية تقنية التبريد والتكييف لطلبة هندسة المباني وكذلك لطلبة هندسة التبريد والتكييف. أخذنا الجزء الأول من هذه المحاضرة عن العمليات السيكومترية ورسمنا هذه العمليات على الخرائط وحددنا الخواص وحلينا مسائل تطبيقية في المحاضرة السابقة. اليوم لنا استكمال بسيط لهذه المحاضرة لهذه العمليات السيكومترية. هنشوف كيف ممكن احنا نحدد مسار التكييف الهواء في فصل الصيف والشتاء ببعض من المتغيرات للعمليات السيكومترية. زي ما انتم شايفين هذه عبارة عن خريطة سيكومترية. الأصل يكون عندك معلومات واضحة كيفية قراءتها واستخدامها. أخذنا في المحاضرة السابقة كيفية التعامل مع هذه الخرائط. وزي ما أنتم شايفين الخطوط السفلية هذه عبارة عن درجات الحرارة الجافة في المنطقة هذه، وكل ما اتجهنا في هذا الاتجاه تكون درجة الحرارة الجافة أكبر ما يكون. تمام. هذه الخطوط الموجودة المتعامدة، الأرقام هذه الموجودة عبارة عن الرطوبة النوعية. تمام. كذلك موجود في الأعلى خطوط المنحنيات هذه المنحنيات تعطي الرطوبة النسبية. تمام. كذلك أرقام الإنتالبية توجد في المنطقة هذه، وكذلك درجة الحرارة الرطبة توجد على هذا الخط في الإشباع زي ما أنتم شايفين هذه الأرقام. تمام. مطلوب منك أنك تتعلم كيف تستخدم هذه الخرائط، كيف تحدد الخواص الحرارية للهواء على هذه الخرائط. موضوعنا اليوم بوضح لنا الخطوط العملية السيكومترية. هذه الخطوط الموجودة على مخطط القياس السيكومتري سوف نسميها خطوط العمليات أو الخطوط العملية بالإشارة إلى الشكل يوضح خط معالجة هواء لغرفة من خلال أجهزة التكييف المركزي. تمام. هنلاحظ أن هذه الخطوط التي تشوفها هذه ليست خطوط عشوائية، وإنما هي توضح خط عمليات لتكييف الهواء لغرفة أو لحيز مطلوب تكييف هواء. تمام. هنلاحظ أن هذه النقطة تعطينا الخواص الحرارية، الخواص الحرارية للهواء الغرفة. تمام. هذه النقطة اللي في الأعلى الأوتدور، تمام، تعطي اللي هي خواص الحرارية للهواء خارج الغرفة في المنطقة المحيطة بالخارج. تمام. يعني الهواء او درجة حرارة المناخ او خواص الحرارية للمناخ خارج المبنى. تمام. اخذنا حاجة تانية في المحاضرة السابقة اللي هي عمليات الخلط عشان نحاول ان نوفر الطاقة، فاحنا ناخد جزء من الهواء الخارجي يتم خلطه مع الهواء الراجع من الغرفة في نقطة، هذه النقطة تسمى نقطة الخلط او نقطة الميكس. تمام. فيما بعد تدخل على ملفات تبريد او ملفات تسخين اذا احنا كنا في فصل الصيف. زي ما انتم شايفين درجة الحرارة الخارجية اعلى من درجة الحرارة الداخلية، وبالتالي احنا في فصل الصيف، وبالتالي احنا نحتاج الى عمليات تبريد. فنقطة الميكس تزود الملفات التبريد بالهواء. تمام. وبالتالي بتم ضخه داخل الغرفة وتستكمل العملية، لانه الهواء يتم ضخه داخل الروم ومن ثم الميكس مع الهواء الخارجي وتعاد العملية مرة أخرى. تمام. كل نقطة من هذه النقاط ممكن أن نجيب الخواص الحرارية لها. على سبيل المثال هذه النقطة ممكن نجيب الخواص الحرارية للهواء اللي هو عندنا خاصية الرطوبة النسبية، هذه خطوط رطوبة نسبية، وكذلك الرطوبة النوعية. وممكن نجيب حرارة درجة الحرارة الجافة، كذلك درجة الحرارة الرطبة، وممكن نجيب اللي هو أيضا الإنتالبية في هذه النقطة، كذلك الخواص الحرارية ممكن نجيب رقم 3 و1 وفي هذه النقطة. كل هذه عمليات حرارية أو الخواص الحرارية على الخرائط ممكن أن نوجد هذه الخواص من خلال تحديد هذه النقاط على الخريطة.
في أن من الخواص الحرارية أيضا أو من العمليات السكنتريه عملية التبريد مع إزالة الرطوبة. ما المقصود بعملية التبريد مع إزالة الرطوبة؟ أنا محتاج في المكان المراد تبريده، محتاج برودة، لكن أنا مش محتاج رطوبة. أنا محتاج تبريد لكن دون الاحتياج إلى رطوبة، تمام؟ في الحالة هذه العملية هذه ترسم بالطريقة هذه، السهم بتلاقي إنه إيه في عملية إزالة للرطوبة. إحنا كنا الرطوبة في هذا المستوى W، تمام؟ وبننزل إلى مستوى أقل في الرطوبة WC زي ما أنتم شايفين، من O إلى C. بالتالي إحنا حصلنا على تبريد، كانت درجة الحرارة الجافة على سبيل المثال 40 آن، صارت 30، تمام؟ الرطوبة أيضا كانت مرتفعة، وعندما وصلنا إلى سي فالرطوبة انخفضت، وبالتالي إحنا حصلنا على عمليات تبريد بدون إضافة رطوبة، أو بالعكس إزالة رطوبة من النظام. الجهاز ملفات التبريد هي عبارة عن ملفات قد تتواجد بها وسائط تبريد، تمام؟ أثناء مرور الهواء، كتلة هواء بخواص حرارية، تمام؟ أثناء مرورها على هذه المواسير أو هذه الملفات، يحدث التبادل الحراري، يكتسب الهواء البرودة دون أن يضاف رطوبة إلى الهواء، ويخرج من الطرف الآخر إلى حيز التبريد عبارة عن هواء بارد دون أن نضيف رطوبة، بل بالعكس نزيل الرطوبة من هذا الهواء. لو وجدنا قيمة الطاقة الحرارية المضافة للتبريد لهذا الهواء، هي عبارة عن كتلة الهواء في الدلتا اتش، الفرق الدلتا اتش ما بين النقطة الهواء الخارجي وما بين اللي هو التغيير اللي حاصل بعد مرورها على ملفات التبريد. بنجيب الانتال بيان والانتال بيان دلتا اتش زي ما انتم شايفين، ناقص اللي هو الام كتلة الهواء اللي داخلة في النظام، مضروبة في دلتا اوميجا اللي هي الرطوبة النوعية زي ما انتم شايفين المسافة هذه، والرطوبة النوعية دلتا اوميجا مضروبة في اتش، تمام؟ في اللي هو اتش دبليو اللي هي الانتالبيا في النقطة هذه، تمام؟ ومن خلال هذا الأمر زي ما انتم شايفين احنا عندنا نقطة الأولى مطلوب تبريدها كان درجة الحرارة تي طبعا 40 درجة، نزلنا درجة الحرارة من خلال ملفات التبريد إلى 30 على سبيل المثال. في نفس الوقت صار في انخفاض في الرطوبة، كانت الرطوبة كذا، تمام؟ انخفضت بقيمة دلتا أوميجا، الفرق ما بين الأوميجا الأولى والثانية دلتا أوميجا، تمام؟ عشان نوجد كمية البرودة اللي تم إضافتها للهواء، هي عبارة عن كتلة الهواء في دلتا اتش ناقص كتلة الهواء في دلتا أوميجا مضروبة في الإنتالبيا. لأي نقطة؟ الإنتالبيا للنقطة هذه. كيف بدي أجيب النقطة هذه؟ بنزل خط عمودي زي ما أنتم شايفين من هو، بنزل خط عمودي بيقابله خط عمودي من النقطة الثانية، في بيقابله في نقطة، هذه النقطة بتم تحديدها، هي تقاطع من نقطتين، نوجد اللي هو انتالبيا في هذه النقطة، تمام؟ عملية أخرى من العمليات السيكومترية هي أن عملية تسخين مع إضافة رطوبة. أنا بدي أسخن المكان مع إضافة رطوبة للحيز، تمام؟ تتم هذه العملية من خلال اللي هو ملفات تسخين، تمام؟ ملفات تسخين بحيث يتم تسخين الهواء اللي داخل في هذا النظام، نسخن ومن ثم نمر على مرشات مائية تكون اكتسب حرارة وفي نفس الوقت اكتسب رطوبة من المرشات الماء اللي هو مر من خلالها، تمام؟ يتم ضخ الهواء يكتسب الحرارة من ملفات التسخين من الهيتنج، تمام؟ ومن ثم يكتسب رطوبة من خلال المرشات المائية ويخرج من الطرف الآخر
جاهز بدرجة حرارة أعلى مما كانت قبل ورطوبة أعلى. يعني هو كان الآن درجة حرارة 30، بعد ما مر على ملفات التسخين زادت درجة الحرارة حتى أصبحت 40، والزيادة ما كانش في هذا الاتجاه وإنما كانت في هذا الاتجاه. ليش؟ لأنه في عندي زيادة في الرطوبة، كانت الرطوبة كذا فصارت دلتا أوميجا، دلتا أوميجا قيمة الرطوبة كزيادة عن القيمة الأولى للرطوبة النوعية لكمية الهواء اللي دخلت في النظام. تمام؟ إذا هذه العملية تسمى عملية تسخين مع إضافة رطوبة. سخنا وفي نفس الوقت أضفنا مرشات مائية للهواء، فالهواء تحمل بهذا الرطوبة من خلال المرشات المائية، وبالتالي أصبحت في عندنا رطوبة بقيمة دلتا أوميجا، شايفين هذه المسافة دلتا أوميجا، وأصبح في عندنا تسخين بزيادة بقيمة دلتا تي. دلتا تي هي الفرق بين درجة الحرارة اللي عام وبين تي أو. تمام؟ القانون الاستخدام لتحديد الكتلة أم تساوي أم الماس بتاعت الهواء اللي داخل في النظام على المرشات في مضروب في دلتا أوميجا اللي إحنا حددناها فوق، مضروبة في دلتا أوميجا اللي هي المسافة ما بين هان وهان، يعني هذه ناقص هذه معطينا دلتا أوميجا اللي هي القيمة الموجودة هان مضروبة في كتلة الهواء اللي دخلت على المرشات وعلى ملف التسخين. تمام. كذلك هذه بالنسبة للكتلة، تمام، بدنا نعرف الطاقة الحرارية اللي صرفناها على هذا الملف. تمام، الطاقة الحرارية Q بتساوي الكتلة، كتلة الهواء مضروبة في دلتا H اللي هي دلتا H ما بين النقطة O دي، دلتا H اللي هي الانتالبيا، دلتا H اللي هي المسافة ما بين هان وهان. نوجد H في النقطة هذه ونوجد H هان، وبالتالي دلتا H احنا بتلزمنا عشان نحدد قيمة الطاقة الحرارية اللي لازمتنا في تسخين ملف التسخين. تمام، ناقص الكتلة اللي هي ام دبليو اللي احنا وجدناها مضروبة في الاتش في الانتالبيا في النقطة المتوسطة. تمام، توجد الانتالبيا في النقطة المتوسطة اللي هي ايه؟ النقطة المتوسطة الانتالبيا، وهي محدد لنا اياها، والانتالبيا اللي هو ايه؟ للستيم، للهواء الداخل في النظام، الهواء اللي داخل في النظام، الهواء هذا اللي داخل في النظام نوجد الانتالبيا تبعت الهواء، وبالتالي الـ اتش دي مطلوبة في إيجاد الطاقة الحرارية التي تم استخدامها في ملفات التسخين، في ملفات التسخين. تمام؟ عملية أخرى من عمليات السيكومترية عملية التبريد مع إضافة رطوبة، هذا عكس العملية الأولى اللي احنا شفناها، كان عملية تسخين بدون رطوبة أو مع زيادة رطوبة، لكن هذه المرة عملية تبريد مع إضافة رطوبة. عملية تبريد مع إضافة رطوبة، كيف يحدث هذا الكلام؟ بدخل على مرشات، تمام، على مرشات زي ما انتم شايفين، هذه المرشات تعمل على إضافة اللي هو الرطوبة إلى الهواء، إضافة الرطوبة إلى الهواء. فبنلاحظ درجة الحرارة كانت على سبيل المثال 40، انخفضت درجة الحرارة حتى أصبحت 30، الرطوبة أصبح فيها زيادة، كانت الرطوبة هان فزادت فأصبحت الرطوبة أكثر مما كانت عليه، أكثر مما كانت عليه. تمام؟ إذا هذه العملية عبارة عن عمليات تبريد مع إضافة رطوبة، عملية تبريد مع إضافة رطوبة، وبتم إضافة الرطوبة من خلال المرشات، من خلال المرشات المائية. في عملية تسخين مع إزالة الرطوبة، هذه عملية معاكسة لهذه،
وبتم هذه عملية التسخين مع زيادة الرطوبة، بتدخل الهواء من خلال اللي هو خلايا. هذه خلايا عبارة عن لها قدرة امتصاصية لرطوبة الهواء، فتمتص الرطوبة من الهواء وتخرج من الطرف الآخر بدون رطوبة، تمام؟ وبالتالي تحدث عملية تسخين لكن مع إزالة الرطوبة من الهواء المكيف، تمام؟ كانت درجة الحرارة على سبيل المثال 30 فأصبحت 40 نتيجة إمرار على هذه الخلايا الكيميائية، تمام؟ فاكتسبت الحرارة وانتزع منها الرطوبة، كانت الرطوبة مرتفعة فأصبحت أقل أثناء مرورها على المواد الكيميائية التي امتصت الرطوبة منها اكتسبتها الحرارة. يمكن تحقق هذه العملية باستخدام مادة كيميائية تمتص بخار الماء أو الرطوبة من الهواء المكيف. إذا تم عزل هذه العملية حرارياً فإن المحتوى الحراري للهواء يظل ثابتاً، ونتيجة لذلك تزداد درجة حرارة الهواء مع انخفاض محتوى الرطوبة. قصتنا كلها إن إحنا بدنا نتخلص من الرطوبة من خلال هذه المواد الكيميائية، وفي نفس الوقت يكتسب حرارة زيادة رفع درجة حرارة الهواء. يمكن أن تكون هذه المادة ماصة للرطوبة صلبة أو سائلة. هذه المواد الخلايا قد تكون صلبة أو سائلة بشكل عام. يعد امتصاص الماء بواسطة مادة كيميائية تفاعلا طاردا للحرارة، ونتيجة لذلك يتم إطلاق حرارة أثناء هذه العملية، عشان هيك ترتفع درجة حرارة الهواء ويتم امتصاص منه الرطوبة. يتم امتصاص منه الرطوبة. نستكمل عملية الخلط الهواء الغرفة بالهواء الخارجي. عملية خلط هواء الغرفة بالهواء الخارجي احنا هذا اخذناها في المحاضرة السابقة. احنا بناخد جزء من الهواء الراجع من الغرفة وبنخلطه بالهواء الخارجي، تمام؟ عملية الخلط هذه بتوفر علينا طاقة. فرضا في فصل الصيف درجة حرارة خارج الغرفة 40، تمام؟ ودرجة حرارة داخل الغرفة 20. عندما نخلط درجة حرارة 20 مع 40 فتكون درجة 30 متوسطة، فيتم تبريد 30 أفضل من أن نأخذ 40 100% هواء من الخارج، وبالتالي بنوفر طاقة. فبناخذ جزء من الهواء الخارجي، تمام؟ وبناخذ جزء من الهواء الراجع من الغرفة ويتم خلطه في نقطة 3، تمام؟ ومن ثم بدخل على ملفات التسخين أو ملفات التبريد، وبالتالي احنا بنوفر طاقة. لأن درجة الحرارة الخارجية 40 فصل الصيف، تمام؟ ودرجة حرارة الغرفة الداخلي اللي تم تبريدها على سبيل المثال 23. عند خلط 23 مع 40 فبتكون درجة حرارة الخلط للهواء كخواص تقريبا 25 27 30، وبالتالي احنا بنبرد 30 حتى تصل ل 20 أفضل من برد 40 عشان تصل ل 20. وهذه العملية تسمى عملية الخلط، هي عملية توفير للطاقة قدر الإمكان. تستخدم هذه في التكييف المركزي لكن مش في كل الحالات. على سبيل المثال في المستشفيات يستحسن عدم استخدام هواء الراجع، في غرف العمليات كذلك، في بعض من المطاعم لا يستحسن استخدام عملية الخلط الهواء الراجع مرة أخرى إذا كان في تلوث في المكان أو في أمور لها علاقة بالعدوى. تمام. هنلاحظ أنه أنا عند عملية الخلط حيكون في عندي كتلة أولى للهواء مع أوميجا زائد كتلة ثانية للهواء العائد من الغرفة أو الخارجي مع الأوميجا بتاعتها اللي هي إيش الأوميجا؟ اللي هي الرطوبة النوعية إلها. بدها تساوي اللي هو رقم 3 الخواص الحرارية 3 اللي هي كتلة الهواء مضروبة في خواص جديدة اللي هي خواص مشتركة للأوميجا الأولى والثانية، تمام؟ وتساوي اللي هو مجموعة الكتلتين الكتلة الأولى والثانية مضروبة في اللي هو الرطوبة النوعية للهواء اللي هي عبارة عن مجموع الرطوبة الخارجية والداخلية، تمام؟ أو ممكن من خلال الإنرجي اللي كان بدناش نحل من خلال الرطوبة، أيضا الكتلة كتلة الهواء الخارجي مع الانتالبية للهواء الخارجي زائد كتلة الهواء الراجع من الغرفة
زائد الإنتاجية الهواء الراجع غرفة، ده تساوي كتلة الهواء اللي هو الميكس الخليط مضروبة في الإنتاجية التي تكونت من خلط الإنتاجية الأولى والثانية، تمام، وتساوي دلتا ام في اتش 3، تمام. في عملية خلط مع تكثيف، نوع من أنواع عملية الخلط، نفس الفكرة، أنه أنا في عندي هواء راجع وعندي هواء خارجي، يتم خلطهم، تمام، لكن في فصل الشتاء قد تحدث عمليات تكثيف نتيجة أنه الهواء الخارجي أقرب إلى صفر، تمام، وأثناء سحب جزء من الهواء الخارجي لعمليات الخلط قد يحدث عملية تكثيف لهذا الهواء، مما يسبب تجمع للماء السائل في المنطقة هذه. 4، عليه بتنفصل عملية الخلط عن عملية اللي هو تجميع الهواء الداخلي مع الخارج، افصلوهن عشان الماء يتم إخراجه خارج النظام بعيد عن نقطة الخلط رقم 3، تمام. هي الفكرة من عملية الخلط مع التكثيف، إنه في منطقة محادية لمنطقة الخلط رقم 3 لفصل الماء نتيجة لأنه حدث عملية تكثيف في فصل الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة. كما مبين في الشكل، عندما يختلط الهواء البارد جدا والجاف مع الهواء الدافع عند رطوبة نسبية، احنا هواء بنجيبه من بره الصافة، درجة حرارته منخفضة تصل إلى صفر، مع الهواء العائد من الغرفة تقريبا درجة حرارته 20 23، نتيجة لذلك سيكون هناك تكثيف للبخار الماء، تمام، نتيجة أن درجة حرارة مرتفعة ودرجة حرارة منخفضة يحدث تكثيف للبخار الماء يؤدي إلى تكون ضباب أو صفيع. إذا كان درجة حرارة الخليط أقل من صفر درجة مئوية يحدث هذا في فصل الشتاء عندما يختلط الهواء البارد الخارجي بالهواء الرطب والدافئ العائد من الغرفة. لذلك يوجد منطقة تكثيف 4 قبل منطقة الخلط عشان نفصل الماء الذي تشكل من عملية التكثيف. هذا بيجينا حاجة اسمها غسالات الهواء أو مرشات الهواء. غسالة الهواء هو جهاز لتكييف الهواء كما هو مبين في الشكل. يتلامس الهواء في غسالة الهواء مباشرة مع غازات الماء، وإذا يكون هناك تبادل الحرارة بالكتلة وبخار الماء بين الهواء والماء. طبعا هذه المرشات زي ما انتم شايفين بمر عليها الهواء، هذه المرشات المائية قد تكون ساخنة وقد تكون باردة حسب الاحتياج، إذا احنا احتاجنا رطوبة مع تبريد زي ما احنا شفنا، أو رطوبة مع تسخين، في الحالتين توجد رطوبة، وإنما اللي هو الماء هذا أو هذا الغاز درجة حرارته سواء كانت بارد أو ساخن هي اللي تحدد طبيعة العملية السيكومترية. زي ما أنتم شايفين في ملف للتسخين في الماء، هذا الملف يسخن أو يبرد، بيتم تسخين هذا الغاز الرشاشات، تمام، وعليه بيتم تحديد طبيعة العملية السيكومترية سواء كانت ساخن أو بارد مع إضافة الرطوبة، مع إضافة اللي هي الرطوبة، تمام. يعني انه هذا الماء اللي انتم شايفينه بيتم تسخينه او تبريده في ملفات تبريد او تسخين موجوده هنا، تمام. فتصبح عندي عمليه تسخين او تبريد للهواء، تمام، مع اضافه رطوبه. من اين الرطوبه؟ من هذا الرذاذ الماء البخار الماء المتساقط او المتلامس مع الهواء نتيجه ان عمليه التبادل الحراري تحدث عمليات اللي هو ايه تسخين او تبريد مع اضافه رطوبه. من خلال هذه المرشات ممكن أن تتشكل عدة عمليات سيكومترية، هذه العمليات قد تعمل على زيادة الرطوبة زي ما أنتم شايفين، ومع زيادة درجة الحرارة، كانت الحرارة في هذه النقطة زادت أصبحت في النقطة هذه، إذا في رطوبة وفي درجة حرارة، وممكن أيضا من خلال هذه المرشات نحصل على برودة مع زيادة في الرطوبة، تمام؟ كانت درجة الحرارة موجودة في النقطة هان كانت 40 على سبيل المثال، أصبحت باردة فدرجة الحرارة أصبحت 30، تمام؟ لكن الرطوبة في زيادة،
رطوبة في زيادة. كذلك ممكن أن نحصل على تبريد أكثر ورطوبة أكثر، كذلك تبريد أكثر فرطوبة أكثر، كذلك تبريد أكثر فرطوبة أقل. فرطوبة أقل، كانت الرطوبة عندي هان، أصبحت الرطوبة عندي أقل. تمام. إذا كل العمليات ممكن أن نستخدمها في حالة استخدام المرشات المائية من خلال التسخين الهواء أو تبريده. تسخين الهواء مع إضافة رطوبة، أو تسخين الهواء مع إزالة رطوبة. كذلك تبريد الهواء مع إزالة رطوبة، أو تبريد الهواء مع إضافة رطوبة. يعني أربع عمليات ممكن إحنا نستفيد منها في اللي هو إيه، من خلال هذه المرشات. هنشوف نظم حرارية كاملة وكيفية عملها، ونشوف كيف رسمها على الخرائط السيكومترية عشان تكون عندك خبرة واضحة في التعامل لمشروع تخرجك، بتعرف كيف تحدد العمليات السيكومترية وكيف ترسمها وكيف تقرأ هذه الخرائط بطريقة صحيحة. العمليات السيكومترية لنظام تكييف أحادي الأنبوب لفصل شتاء أو فصل صيف. هنشوف عمليات سيكومترية في الصيف وعمليات في الشتاء مع عمليات خلط، يعني الخلط جزء أساسي من هذه العمليات. تمام. هنشوف نظام سينجل زون، نظام لغرفة واحدة زي ما انتم شايفين. هذا عبارة عن ملفات، ملفات تسخين أو ملفات تبريد. تمام. هذا السبيس، المكان المطلوب تكييفه تبريده أو تسخينه زي ما انتم شايفين. بيتم إدخال هواء مكيف من خلال الجهاز، من خلال المروحة يتم ضخه داخل الغرفة من خلال خواص حرارية واحد، تدخل داخل الغرفة أصبح في عندي إضافة كيو سواء كان تسخين أو تبريد داخل الحيز. تمام. جزء من هذا الهواء اللي تم تكييفه داخل الغرفة يتم إخراجه كإكزوست خارج الغرفة، وجزء آخر راجع، جزء آخر راجع إلى النظام مرة أخرى. تمام. ليتقابل مع هواء خارجي زي ما انتم شايفين في نقطة خمسة، نقطة خمسة ميكس. تمام. نقطة خمسة هي ميكس، خلطنا الهواء الراجع مع الهواء الخارجي في النقطة خمسة، ومن ثم دخلت على فلتر ثم على نظام تسخين وعلى مرشات وكملنا العملية. تمام. هذا كان نظام ميكانيكي فني. تعال نشوف النظام كيف ممكن قراءة هذا النظام من خلال عملية السيكومترية. تمام. هنلاحظ أنه خمسة نقطة اللي هو الميكس اللي انتم شايفين، هي خمسة بتاخد من أربعة هي أربعة هواء خارجي. إيش يعني أربعة هواء خارجي موجودة في النقطة هذه؟ يعني إحنا نتكلم عن فصل الشتاء. تمام. درجة حرارة الهواء الخارجي زي ما انتم شايفين متدنية. تمام. درجة حرارة الميكس خمسة أكبر من درجة حرارة الهواء الخارجي. تمام. تتلاقى مع نقطة اثنين اللي هي الخط الراجع زي ما انتم شايفين، الخط الراجع بدعم خمسة وأربعة بدعم خمسة، الخارجي بدعم والخط الراجع بدعم خمسة، لأن نقطة خمسة هي الميكس، هي نقطة الخلط اللي احنا بدنا اياها. تمام. فيما بعد بتدخل على ملفات تسخين او ملفات تبريد، ملفات تسخين. تمام. احنا في فصل الشتاء، تدخل على ملفات تسخين ومن ثم بعاود عمليه ضخها مره اخرى الى النظام. تمام. الى واحد، بتعيد ضخها الى واحد وبترجع العمليه مره ثانيه من واحد الى اثنين ثلاثه، راجع اطلاقه مع خمسه، عمليه تسخين وبترجع مره ثانيه، وهكذا العمليات. طبعا ستة وسبعة ثمانية عمليات تسخين زي ما انتم شايفين، ستة وسبعة وثمانية عمليات تسخين، ترجع لواحد قبل دخول الغرفة، من ثم اثنين، ومن ثم نقطة الخلط تتلاقم مع الهواء الخارجي، بتكون على ملفات التسخين. تمام. اذا هذه الخطوط وهذه العمليات ليست عشوائية، كل خط من هذه الخطوط له قيمه، له قيمته على هذه الخرائط، لها خصائصها الحرارية. كل هذا الأمر مهم جدا في أن احنا نعرف نحدد هذه النقاط في
في شغلنا عشان نحسب الأحمال الحرارية في مشروع تخرجنا، عشان نحسب كل غرفة من هذه الغرف ما هي كمية الطاقة الحرارية المطلوب أن إحنا نتخلص منها أو نكتسبها داخل هذا النظام، وهنشوفه في محاضرات في المحاضرة القادمة إن شاء الله. تعال نشوف نظام تاني. هذا النظام في فصل الصيف، احنا شفنا قبل شوية فصل الشتاء نفس النظام لكن في فصل الصيف. ايش يعني فصل الصيف؟ هنلاحظ انه 4 المرة هذه موجودة فوق، كان قبل شوية تحت، يعني درجة الحرارة الخارجية اكبر من درجة حرارة الميكس. تمام، اللي احنا شفناه في المخطط السابق كانت الميكس اعلى من 4 لانه فصل الشتاء، احنا الان في فصل الصيف. تمام، بالتالي الحرارة الخارجية اعلى من درجة حرارة الخليط الميكس. تمام، وبالتالي انه هنلاحظ انه الخط الراجع 2، خط الراجع 2 هيدعم 5. تمام، واربعة الخارجي هيدعم نقطة 5، اصبحت نقطة 5 تأخذ خواص حرارية من الخارج وخواص حرارية من الخط الراجع. تمام، فيما بعد بدخل على فلترة ومن ثم بدخل على ملفات التبريد، لان احنا في فصل الصيف نزلنا ملفات تبريد. تمام، بدخل على ملفات تبريد وبرجع مرة ثانية على اللي هو 2 2 و1. تمام، بدخل غرفة من 1 ل2 وبرجع مرة ثانية على 5، يتلاقى مع 4 وبدخل ملفات تبريد مرة أخرى وبترجع العملية زي ما انتم شفتوا في فصل الصيف. تمام، نوع ثاني من العمليات عملية خلط إضافي في فصل الصيف، نفس المخطط نفسه فصل الصيف 4 أعلى من 5 في درجة الحرارة، لكن في نقطة خلط إضافية. ما المقصود بخلط إضافي لعملية الخلط؟ تعال نشوف من ناحية ميكانيكية. أنه الخط الراجع، خط الراجع ينقسم إلى خطين، خط بدخل موازي، خط موازي للملفات زي ما انتم شايفين، وفي والخط بيستكمل إلى يتلاقى مع نقطة الخلط اللي احنا عارفينها. تمام، فالخط الخارجي الهواء الخارجي يتلاقى مع الخط الراجع في نقطة 5 وبدخل على ملفات التبريد، لكن يتلاقى في نقطة خلط مرة أخرى مع الهواء الراجع من خلال أنبوب موازي. تمام، خلال مسار موازي، فيحدث خلط مرة أخرى مع الهواء الراجع. تمام، من ثم المروحة بتتم ضخه داخل هذا الحيز. تمام، هذا النظام قد يلزم في حالة لو كان التبريد في ملفات التبريد أكبر من احتياج الغرفة، وبالتالي بيتم إدخال هواء عائد لكي يرفع من درجة الحرارة الهواء اللي مار على ملفات التبريد، مما يسبب مما يندفع خلال المروحة إلى الحيز المراد تكييفه. تمام، إذا عرفنا أنه في إمكانية خلط الهواء الراجع مرة أخرى مع الهواء المبرد اللي هو أصلا داخل من خلال نقطة الخلط. بيتم خلطه ليش؟ علشان إحنا نحصل على هواء قد نحتاج درجة حرارة أعلى أو أكبر من مما حصلنا عليه في التبريد، حصلنا عليه في التبريد. تمام، وبالتالي العمليات السيكومترية كثيرة، وفي عدة عمليات سيكومترية لها علاقة بعملية الخلط، لكن احنا ممكن ما نستخدم نظام بدون خلط، نستخدم أنظمة حرارية بدون خلط. زي ما احنا حكينا في بعض المستشفيات والعمليات بيلزمش انه الهواء الراجع يتم استخدامه حتى ما يتمش نقل العدوى، وبالتالي النظام بيلزمنا من غير عمليات خلط بدنا ناخذ هواء من الشارع او هواء خارجي 100%، زي ما انتم شايفين هواء خارجي 100%، بيلزمش احنا ان اي عمليات راجعه هواء راجع من الخارج، وبالتالي الهواء بدخل 100% على فلتر ومن ثم على مرشات وبدخل على
على ملفات تسخين، ومن ثم بدخل على الحيز المراد تكييف، وهكذا تمام، من غير ما يكون في نقاط خلط أو هواء راجع منعا للتلوث ومنعا للعدوى، نقل العدوى. بالنسبة للعملية زي ما انتم شايفين ما فيش نقط خلط تتلاقى نقطتين مع بعض، ما فيش تمام. وبالتالي 5 و6 و7 عمليات تسخين وفلترة، 5 و6 و7 عمليات تسخين وفلترة بدخل على 2، 1 و2 من خلال الغرفة، و3 الهواء يخرج إلى الخارج بالزوز خارجي من غير ما نستخدمه أو نستفيد أو نستغله في أي شيء آخر، تمام؟ تمام. ومن النقطة 4 بتم شفطه، شفط الهواء خارج 100%، بدخل على 5 على ملفات التسخين اللي احنا بدنا اياها لرفع درجة حرارة المكان. تمام، بكون احنا هيك خلصنا محاضرتنا اليوم، وإلنا لقاء آخر إن شاء الله في محاضرات أخرى. إلنا لقاء في حساب الأحمال الحرارية، بالزمن هذا الأمر لحساباتنا في مشروع التخرج، وبالتالي هيكون لنا لقاء مهم جدا في المحاضرة القادمة إن شاء الله.